هيدا هو البي ام دبليو الاكس 5 الامباور طبعا 2016 بدنا نصورها خدمه عرضها الان عليها كرابوفيك فول سيستم ادابتيف ليد لايت شوفوا ستيكرزات الجريل جلوسي بلاك شوفوا علامه الام سنسر امامي اكيد شوفوا هاللب اللي تحت كاربون فايبر دلين اسس كاميرا اماميه 360 فيو رادار فانكشن فيدرو فريم لوحده حجم السلندر والديسكو طبعا جونت 21 انش هيدا البرمي نافره اكس 5 ام جلوسي بلاك كفر المرايا كاربون فايبر كاميرا بلايند سبوت بضبوا على الكهرباء بدوروا بيفتح البصمه سايد سكيرتس كاربون فايبر مكتوب عليهم اكرابوفيك فريم الازاز جلوسي بلاك البواب تيتشفط جونت مسح البرمي وكمان هيدا البرمي نافره ستوبات ليد غطى الصندوق اكيد كهرباء بي ام دبليو ام كومبيتيشن الاكزوست ورا خيالي اكرابوفيك فول سيستم كاربون فايبر ديفيوزر 8 سلندر اللي بيعرف كم حصان يكتب لنا بالتعليقات هيدا المميز بده مفتاح وكفر مميز هلا اجى الوقت تعملوا برمي البرادي للبرايفسي مع التوتون الاسود والاحمر والدرز الحمراء والساوند سيستم وين وكيف ما نطلع ام ريل انترتينمنت طبعا دبل اي سي دبل هيت سيت شوفوا هالكراسي ولا افخم هيد اب ديسبلاي الستيرنج ويل الكنتارا مالتي فانكشن شيفترز كمان السقف قماش الكنتارا كبسه السعاده يا عين على الباور والتورك اذا بدنا شوف انا وياكم نايت فيجن بهيدي الكبسه شوفوا شو بيصير عنا 360 فيو عم نركب عريير وبهيدي الطريقه ببين 360 فيو هلا رجع بدي اسمعكم احلى وصل مع صديقنا ومتابعنا حسن مثل ما دايما بنقول الله يبعد دربات ويهني صاحب النصيب صور ورقمه لحسن عنا على الويب سايت تركيم موتورز دوت كوم